ماذا سمعت؟ ولدت في عام 1942 في سوريا، وغادرت في خريف عام 1964 إلى أرض الرحالة بيروت، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت بباريس الشرق. وما زالت بيروت بعيدة عن رعب الحرب الأهلية، وكانت بيروت آنذاك مركز الثقافة والحياة الدنيوية، يأتي الشعراء والفنانون إليها من جميع أنحاء العالم. فعدد كبير من المثقفين العرب فروا إلى بيروت، تاركين بلادهم التي كان يسيطر عليها الاستبداد والظلم. وتميزت أيضا بظهور عدد كبير من المجلات الأدبية التي كانت بمثابة منصة للمجلات النادرة الصحفية، ومصدرا لرياح الحرية التي التف حولها أصوات الترفيهيين والقوى التقدمية في العالم العربي. وهكذا صدر عدد كبير من الكتب التي تم حظرها في بلاد عربية أخرى لانتقادها للأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية. باختصار، كانت بيروت جزيرة حرية وإبداع ومركز ثقافي لجميع التقدمين العرب بغض النظر عن جذورهم أو توجهاتهم. ذهبت إلى بيروت وأنا في 20 من عمري، وكنت قد نشرت مجموعتين من القصص، أولهما عيناك قدري التي لاقت نجاحا مذهلا وإعجابا شديدا من نقاد سوريا. تبهر هؤلاء النقاد بقدرتي الفائقة على التحكم في اللغة وأسلوبها المندفع الذي كنت أستعمله للتعبير عن غضبي ورفضي للنفاق والمبادئ الزائفة التي كانت قد عمت بلاد الشرق. فكنت أعتبر نفسي كاتبة نسوية. فكان يقول النقاد أني لا أخجل من الموضوعات التي يعملها الجمهور المتابعات. فلقد تساءلت عن فكرة بلاجية حول الحياة العاطفية للورق والحريات التي تتمتع بها الطبقة العليا لدى العديد من النقاد المعجبين. لكني أخذ التعليقات بخطوة وأستمر في الكتابة عن المعتقدات ووجهات النظر التي يرفض معظم الكتاب التطرق إليها من خلال أعمالي الأدبية. فجزء كبير من هويتي هو امرأة قادرة وحازمة تنوي أن تجعل أي شخص يستمع ويشعر بنفس الشعور. قصصي هي مرآة لأحلام الشباب التي لم تدمر بعد. أبطالها طلاب أعلنوا الثورة على المحظورات والقمع والكف، وتعتبر كتاباتي صرخة في وجه المجتمع الذي كان تقليديا متحفظا ومتحجرا فترة نشأتي فيه. نشرت مجموعتي القصصية الثانية لا بحر في بيروت عام 1962. ظهرت قدرتي الغنوية واضحة في هذه المجموعة، ففيها أصف مشاعر وأبطالها الذين كانوا غالباً من النساء، من الوحدة واليأس في وسط عالم عدواني وفاسد. لم تكن قصصي العامل الوحيد الذي أثار غضب المحافظين ومحبي الماضي بدلاً من الحاضر والمستقبل، فقد ولدت في دمشق لأسرة شامية عريقة أيضاً معروفة بمقالاتها اللاذعة والمستفزة والتي كانت تنشر في بعض المجلات الدمشقية. الأمر الذي دفع والدي على تشجيعي على ترك البلاد كما كان يفعل كثير من المحامين السوريين عندذلك. عشقت الموسيقى والأدب. وبالرغم من وفاة أمي وأنا في سن صغيرة، كنت أحس بقربي من أمي تقول لا أستطيع أن أتذكره، ولكني أحس وكأن جزء من حبها وحنانها ظل معي عبر الأعوام. فكانت أمي شاعرة، وحينما أقرأ كتاباتها أشعر أنني قريبة منها وأن لغتي تشعر بها.
تشعله شهيته إلى الطيران اللامتناهي صوب المستحيل. فأنا امرأة أم تحول بين قبل الماضي والتحديد. لا أستطيع الإقامة في ممالك الطاعة تحت راياتي، نعم، ولا أستطيع الانتماء إلى مدينة. لا بد لي من غصن، لا بد لي من غصن كي لا أحرق أجنحتي. لقد كنت أحس بملل شديد في المحاضرات، فقضيت وقتي في كتابة مقالات لجريدة الجامعة تسببت بهياج المدينة كلها. فكان أحد أساتذتي متزمتا ومنافقا يطالبنا بلبس الغونيلا الطويلة في محاضراتنا. هذا أغضبني كثيرا وأثار سخطي، ورأيت أن يوم الاختبار الشفهي كان فرصة مناسبة لأعاقب ذلك الأستاذ. استجابت كل زميلاتي لطلبي الأحمق خوفا من الرسوب في الاختبار. أما أنا فذهبت للاختبار بغونيلا قصيرة جدا ولم أرسل. ربما لم يتجرأ الأستاذ خوفا من والدي، فقد كان رئيسا لجامعة دمشق ووزيرا للتعليم في ذلك الوقت. أتذكر جيدا حينما دعيت للاحتفال بعيد ميلادي أحد زملائي بالجامعة، وملأني البذخ والثرثرة والضحك التافه بالهلع، وأحسست بالضيقة والوحدة، وأيقنت في هذا اليوم أني في يوم من الأيام سأنفجر في القنبلة لكي أكشف عن هذا العالم الظالم الكاذب الفاجر. ولكن إيماني هو الحب، والحياة هي دين. حينما كنت أكتب عن الحب والعلاقات العاطفية كنت أستعمل لغة أثارت حتى اندهاش القراء الأوروبيين وغضبي واستنكار المحافظين والرجعيين في المجتمع. لقد غادرت أوكار الهمس وأعلنت أجنحتي ضد الخرائط. لن أكون خفاشا يقضي عمره معلقا عكس الجاذبية ليتوهم الدنيا المقلوبة رأسا على عقب بخير. مئات الأعوام وأنا أقرض بهدوء قيودي الحديدية، مئات الأعوام وأنا أرفض التعايش السلمي مع الجزرة والعصا، مئات الأعوام وأستاذي الببغاء يحاول عبثا تعليمي. كيف أكون ما لا أضمن وأفعل ما أرفض؟ كل امرأة عربية تكتب فهي شهزاد، خاصة في وقت يحكم فيه المتطرفون والطغاة أمثال شفيات تكون الكاتبة العربية شهزاد. لكن السؤال الذي يلح علي هو، هل تلعب الكتب التي كتبتها وما زالت تكتبها المرأة دورا في ترويض الظالم الطاغي كما فعلت شهزاد؟ فأعلنت ليلى الأخيرية أنها لم تحب قيس يوما. هو يأتي طلبا للنار وهي ترغب في الرحيل لاكتشاف الجانب الثاني من القمر. فأعلنت شهرزاد أنها سئمت ذلك المختل بالنار المدعو شهريار. فأودعته في مستشفى الأمراض العقلية وتركته على أريكة طبيبه النفسي يحصي شهاداته وعقده النفسية، وجلست تكتب الروايات كما يحلو لها دون أن تسكت حين يطلع الصباح. شهزاد ذبحت الديك الذي كان يصيح ليسكت، ذبحت السياف الذي له بوغيدة وجه شهير. آمنت بأن الطريق الوحيد
الطريق الوحيد لتحرير المرأة حقاً هو ثورة راديكالية في كل مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والدين. كما لا يمكن أن تكون هناك ثورة اجتماعية بدون ثورة عاطفية. نزار قباني الشاعر العربي الأكثر نفوذاً والأكثر شهرة في القرن العشرين، عاش في الفترة من 1923 إلى 1998، طرب قلوب وأرواح ملايين العرب خلال مسيرته التي أنتجت 50 مجلداً شعرياً. أصبح قباني أعظم شاعر الحب في العالم العربي. كان نصيراً لحقوق المرأة وحث النساء على السيطرة على حياتهن وأجسادهن ومصيرهن. من قصائده المباشرة والمثيرة وإدمانه للمرأة والأبيات المتدفعة والعاطفية إلى نقده المستمر للقادة العرب والدعوات القوية للعدالة، يظل قباني صوتاً لا غنى عنه في جميع أنحاء العالم العربي. خلال القرن العشرين كان الشعر شكلاً أساسياً من أشكال المقاومة في الدول العربية. كان شعر هذه الفترة قوياً ورائداً، كان الشعراء محاربين، كان الشعر سلاحاً مفضلاً. دعوت إلى الوحدة العربية وحقوق المرأة في سوريا. ربما كانت أعظم ثوراتي هي الكتابة عن النساء بطريقة لم يفعلها سوى عدد قليل من الشعراء في المنطقة. لقد استخدمت صوراً جريئة وحسية تستحضر جمال النساء. وجهت انتقادات قاسية وواسعة إلى الرجال العرب لقبولهم لأعراف اجتماعية قديمة، لا سيما فيما يتعلق بقدرات المرأة وحقوقها. كتبت في عملي قصتي مع الشعير. يسألونني لماذا تكتب عن النساء؟ فأجبت بمنتهى البساطة والبراءة: ولماذا لا أكتب عنها؟ عندما كنت في 15 من عمري انتحرت أختي والتي كانت تبلغ من العمر 25 بعد أن منعت من الرجل الذي تحبه. وكان لهذا الحدث تأثير كبير علي وعلى شعري. إن الأهمية القصوى للمرأة بالنسبة لي واضحة في العبارة التالية والتي تسوّر المرأة كمصدر للحماية والخلاص وقوة خارقة في مواجهة الموت. لا شيء يحمينا من الموت إلا المرأة والكتابة. نعم، المرأة والكتابة. كان قباني تانترا. التانترا هو الرجل الذي يستيقظ روحياً على الجزء الأنثوي والمبدأ الأنثوي في نفسه في تقليده الروح القديم. كان الشيء الرئيسي هو عبادة الإله في كل امرأة. المرأة كمبدأ متجسد للحياة تفرض نفسها. هذا ما يجعلنا نعيش ونتنفس الرنين الدائم للحياة والحياة. هناك ذكاء عميق متأصل في كل منا نسميه شاكتي، طاقة الحياة الإبداعية التي تدفع من خلال كل الأشياء. إنها تريد أن تنمو وتصبح شيئاً. إنها قوية بما يتجاوز الفهم. إنه يحرك الكواكب، يجعل البراكين تندلع، ويسمح للفراشة بالتصادم عبر الشرنقة. وفي ديوان قصائد سنة 1956 استعرضت العالم الداخلي للنساء
وأسست توجهات جديدة في المشاعر وطريقة التفكير. فهنا ولأول مرة أتحدث عن نفسي بصيغة المتكلم الأنثوي، ولذلك كان هذا جانبا هاما من شعري. يكتسب القارئ من خلالي خبرة بالعالم الخفي للنساء، ويسمع كلمات لاذعة ضد الرجال والمجتمع. اتبعت نهج عمي الإبداعي أبو خليل القبان، واستخدمت أصوات الرجال ليعبروا عن أجيال من النساء المكتومات. أنا امرأة، اليوم الذي أتيت فيه إلى هذا العالم واجهت حكم الإعدام، بينما لم أرى أبواب محكمتي، بينما لم أرى وجوه قضاتي. أنا امرأة، ولأن هذا الشرق غير متحضر، يضطر الرجل مثلي أن يلبس ثياب امرأة ويستعير طحلها وأساورها ليكتب عنها. أليس من مفارقات القدر أن أصرخ أنا بلسان النساء، ولا تستطيع النساء أن يصرخن بأصواتهن الطبيعية؟ رأيت في النساء وسيلة للتحرر للرجال والنساء على حد سواء، وربطت حقوق المرأة بحرب التحرر الاجتماعي في العالم العربي. إن لم نتوقف أن نعتبر النسوة مخصصون لأغراض جنسية بحتة، فلن يكون هناك ثمة تحرر، إذ يعد الكبت الجنسي المشكلة الأكبر في العالم العربي. لذلك ناديت وضع نهاية للعبة الحب خلف الأبواب المغلقة. نقلت سريري في الهواء الطلق، وكتبت قصائدي على الأشجار في الحدائق العامة. أردت أن أحمل الحساب، أن أنهي مرحلة السرية والأحكام العرفية المفروضة على جسد المرأة العربية، وأعيد للحب شرعياته. إن الأشخاص الذين استحوذ عليهم الجنس لا يستطيعون الكتابة أو التفكير أو القيام بأي إنجاز حضاري، لذلك أصبحت متوقنا من أن الكبت الجنسي هو أحد أسباب تراجع اقتصاد العالم العربي، وأن أي ثورة مصدقة فقط على أفكار المرأة أو المرأة دون جسدي أو جسدها فتكون نصف ثورة فحسب. لقد أدرك نزار مبكراً مشاكل المرأة ودورها في قضية حقوق المرأة التي ما زالت قائمة. تحالف قباني من خلال فني مع القوى الليبرالية العاملة في العالم العربي، وبجرأة أصدر قصائد صريحة وخلق جواً شجع النساء على اختيار شريك حياتهن والحصول على مستوى متواضع من الاستقلال. ومن ذهب الأحلام، أنت امرأة كانت تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. سيدتي، لا
كم أتمنى لو سافرنا نحو بلاد يحكمها الإيطار، حيث الحب بلا أسوار، والكلمات بلا أسوار، والأحلام بلا أسوار. تنمو بيننا يا طفل الرياح تلك الألفة الجائعة، وذلك الشعور الكثيف الحال الذي لا أجد له اسما، ومن بعض أسمائه الحب. منذ عرفتك عادت السعادة بمجرد أننا نقتل كوكبا واحدا وتشرق علينا شمسا واحدة. راعي أنني عرفتك وأسميتك الفرح. كل صباح أذهب إلى الماضي وأستيقظ على صوتي وأنا أقول صباح الحب أيها الفرح. يوم تعثرين على رجل يقدر أن يحول كل ذرة من ذراتك إلى شعر، ويجعل كل شعرة من شعراتك قصيدة. يوم تعثرين على رجل يقدر كما فعلت أنا أن يجعلك تهتزلين بالشعر، وتتمشطين بالشعر، وتتكحلين بالشعر، فسوف أتوسل إليك بأن تتبعيني بلا تردد. فليس المهم أن تكوني لي، وليس المهم أن تكوني له، المهم أن تكوني للشعر. لقد غادرت أوكار الهمس، وعلمت أجنحة للخرابة، لن أكون خفاشا يقضي عمره معلقا عكس الجاذبية، ليتوهم الدنيا المقلوبة رأسا على عقب. خير، مئات الأعوام وأنا أقرض بهدوء قيودي الحديدية، مئات الأعوام وأنا أرفض التعايش السلمي مع جثرتي والعصر، مئات الأعوام وأستاذي الببغاء يحاول عبثا تعليمي كيف أقول ما لا أضمن وأفعل ما أرفض. كيف استطعت؟ ها؟ كيف؟ كيف استطعت أن تختصري جميع ما في الكون بالنساء؟ لأن كلام القواميس مات، لأن كلام المكاتيب مات، لأن كلام الروايات مات. أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات. عدي على أصابع اليدين، فأولاً حبيبتي أنت، وثانياً حبيبتي أنت، وثالثاً حبيبتي أنت، ورابعاً وخامساً وعاشراً حبيبتي أنت. ربنا يخليك.